أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج عن قرب. سنحاول تسليط الضوء على حلقة من حلقات مسلسل الضرائب الذي تفرضه سلطة حركة حماس في قطاع غزة على كل ما في غزة، آخرها الضرائب المفروضة على السلع والمواد الغذائية، ما يولد غلاء فاحشا وجنونيا في الأسعار في ظل استمرار حالات واقع الحصار وقلة فرص العمل والوضع الاقتصادي السيء والكارثي في القطاع. للحديث عن هذه الضريبة التي من المقرر أن تفرض، سأرحب بداية بالسيد الدكتور عبد الكريم شبير الخبير في القانون، كذلك الأستاذ الحسن بكر المستشار المالي الدولي. بداية أعزائي المشاهدين، سنتابع هذا التقرير للزميل فؤاد جرادة حول هذه الضريبة ورد الفعل عليها، ثم نفتح باب النقاش. يغلقون أبواب محالهم في وجه الضرائب. هنا في المحافظات الوسطى لقطاع غزة، بعد أن حوربوا بقوت يومهم بقرار من مالية حماس، قرر أصحاب المحال التجارية تنظيم اعتصام احتجاجا على فرض الضرائب. محلات ملابس، محلات سوبر ماركت، محلات أدوات كهربائية، كله سكر، احتجاج على الضريبة اللي فرضتها الحكومة على المواطنين، على اصحاب المحلات. طبعا هاي في محلات بقول لك 9000 شكل في السنه كمان باثر رجعي بدهم ياخذوهم، فمش عارف كيف يعني احنا هنمشي حالنا يعني في هالبلد هذا. الاف الشواكل فرضت عليهم ليصبح ربحهم الضئيل في مهب الريح. نظموا اعتصامهم ليسمعوا اولي الامر ان سمعوا، على صراخهم المبحوح يصل الى من يهمه الامر ان كان للامر بالنسبه لهم اهميه. انا بنموت عند الحكومه هذه، تعالوا كلكم تعالوا. وإن لم يؤتي حراكهم هذا ثماره فهم على موعد مع حراك أوسع. يعني من وين بدنا ندفع لهم؟ بدهم اليوم ضريبة منا 16% على القطعة. 16% هي بتتاخذ من التاجر نفسه، ما بتتاخذ من صاحب المحل. صاحب المحل اليوم بياخذ من التاجر وبيبيع، فاليوم احنا لمين بدنا ندفع؟ ليش؟ محال مواد غذائية وصيدليات وملابس وغيرها شاركوا في هذا الاحتجاج. وزعوا بيانهم وألصقوا لافتاتهم على أبواب المحال، تجمعوا وانطلقوا بمسيرة جابت سوق مخيم النصيرات، وقالوا قولهم: الضرائب يعني حصارا يضاف إلى حصارهم. على 1000 شيكل أو 500 شيكل تدفع 160 شيكل، إحنا أساسا ما نطلعهمش في اليوم. يعني أنت في اليوم لا بتقدر تطلع جارك ولا جار عمالك ولا جار محلك، يعني مش بتطلع أنت في الماينس، خلينا نقول نطلع الرأس في الطاقية، وكمان بدك تدفع ضرائب من جيبتك. في غزة مزيد من الضرائب، في غزة معبر مصفد بأخلاد الانقسام وأزمات، في غزة مواطنون باتوا لا يرجون إلا النوم حتى يحلموا بالأمل بعد أن أضحى واقعهم كابوسا ملعونا. لكل تفاصيله فؤاد جرادة، تلفزيون فلسطين، غزة. بعد أن تابعنا هذا التقرير للزميل فؤاد جرادة، سننقل الحوار إلى الدكتور عبد الكريم الشبير. بداية من الناحية القانونية، هل يجوز فرض مثل هذه الضرائب؟ دعنا نقول في البداية أن هذه الضرائب الآن التي تفرض هي تفرض بناء على نظام صادر من الأمر العسكري الصهيوني في وقت الاحتلال عام 1985 بموجب نظام عسكري، وهذا النظام كان مخالفا بالبداية إلى القانون الدولي، لأن دولة الاحتلال لا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تقوم بفرض أي ضريبة
على الأراضي المحتلة وعلى الشعب المحتل. هذا بداية. ثم أن هذا الحاكم العسكري قد استمد صلاحياته في شرعنة هذا القانون بناء على قانون الطوارئ الذي صدر عام 1945 في عهد الانتداب البريطاني، مع العلم أن قانون الانتداب البريطاني قد تم إلغاؤه عند انتهاء الانتداب، ثم بعد ذلك عندما حضر السيد الرئيس الشهيد ياسر عرفات رحمة الله عليه إلى أراضي الوطن، إلى أراضي فلسطين، قام بإصدار مرسوم رئاسي بإلغائه للمرة الثانية. من ثم ما بني على باطل فهو باطل. هذا النظام لا يجوز لأي نظام، لأي سلطة، لأي جهة أن ترتكز عليه لكي تفرض ضريبة على المواطنين أو على التجار أو على أصحاب المهن الحرة. كان طبعا في البداية لما صدر هذا القرار كان هناك شخص اسمه شيمش في عهد الاحتلال، الإدارة المدنية الصهيونية، وكان هناك ثورة من النقابات ومن العاملين في المهن الحرة والتجار، وقد رفضوا هذا النظام العسكري ولم يتعاطوا معه. ثم بعد ذلك بدأ يضيق على التجار وبدأت تمارس هذه الضرائب يعني بطريقة جزافية، تقديرات جزافية. بالمناسبة هو الضريبة المضافة تفرض عندما يقدم أي إنسان خدمة لأي مواطن يضيف عليها نسبة الضريبة. أول ما تم تقنين هذا القانون الاحتلالي كان نسبة الضريبة 17%، بعدين نزلوها ل 5%، وبعدين رجعت طلعت ل 14.5%. يعني هناك كمان النسب هذه غير ثابتة. الآن أنا أفاجأ بأن يعني سلطة الواقع في قطاع غزة أو حركة حماس في قطاع غزة تقوم الآن بفرض هذه الضرائب لأنها تعيش في مرحلة وفي أزمة مالية خطرة، تريد أن تحصل من أبناء الشعب الفلسطيني للموظفين الرواتب. وهذا طبعا قد أعلننا موقفنا وأبلغناهم بأن هذا الشيء الذي تعملونه غير قانوني ومخالف القانون، سواء كان القانون الفلسطيني أو حتى كان القانون الدولي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الركون إلى هذا الأمر العسكري أو النظام العسكري في تحصيل مثل هذه الضرائب. إذن لا قاعدة قانونية بالأصل لسن مثل هذه الضرائب. القانون يعني واضح، القانون واضح، قانون الطوارئ الذي استند إليه هذا النظام باطل وتم إلغاؤه مرتين، مرة في عهد الانتداب البريطاني عندما انتهى الانتداب في عهد الانتداب على فلسطين، والمرة الثانية كان في عهد قدوم السيد الرئيس ياسر عرفات ألغاء، وهذا كان واضح بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس بإلغاء قانون الطوارئ لكي يؤكد المؤكد. نقطة هامة سنرتكز عليها في هذا الحوار، عدم وجود قاعدة قانونية. سيد حسن بكر، البعد الاقتصادي لفرض مثل هذه الضرائب في ظل حصار ووضع اقتصادي كارثي في قطاع غزة. عندما نتحدث عن السياسة الضريبية فالسياسة الضريبية تحمل ثلاثة أهداف رئيسية. الهدف الأول هو التمويلي، من جانب تمويل نفقات الحكومة وغير ذلك من الاحتياجات التمويلية. يليه الهدف الاقتصادي وهو دعم وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد ودفع الاقتصاد إلى النمو والحصول إلى معدلات تشغيل عالية في الاقتصاد. والهدف الثالث هو الهدف الاجتماعي، والذي يجب أن يراعي العدالة الاجتماعية في التوزيع والمساهمة لكل فرد من المجتمع في تطوير الاقتصاد وتطوير الخدمات في الاقتصاد. مما سبق نرى أن الفترة الماضية شهدنا أن المحاولات كانت من قبل الوزارات في قطاع غزة لفرض الضرائب بهدف تمويلي بحت. الآن هذا الأمر تسبب في وجود مشكلة رئيسية في قطاع غزة نتيجة ازدواجية الضريبة بداية، وكذلك نتيجة تحميل الاقتصاد نفقات إضافية أكبر مما يتحملها في ظل الوضع الاقتصادي المتردي. استبعدنا الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي. إذا كنا نسعى إلى الحديث عن الجانب الاقتصادي، في مثل الجانب الاقتصادي الذي نمر به في قطاع غزة، النمو السلبي الذي نمر به
به في اقتصاد قطاع غزة، نسب البطالة المرتفعة في قطاع غزة، فإن السياسة يجب أن تكون ما تسمى بالسياسة التيسيرية، والسياسة التيسيرية هنا تكون من خلال تخفيض الضرائب وإعفاءات ضريبية كما صدر في قرار سيادة الرئيس محمود عباس بإلغاء الضرائب، ضريبة الدخل عن المواطنين في قطاع غزة، ولكن للأسف هذا القرار لم يتم العمل به منذ سنوات طويلة، وقرر ولم تلتزم به الوزارات في قطاع غزة، وتم جباية الضرائب في قطاع غزة. الآن قطاع غزة يعاني بشكل كبير جدا، إذا لاحظنا المعطيات التي حصلنا عليها خلال العام الماضي من حيث مؤشر غلاء المعيشة أو المؤشرات التضخمية المختلفة التي تم نشرها، وجدنا أن السلع الأساسية ارتفعت بنسب كبيرة وصلت إلى 17.5% فعليا. هذه الارتفاعات أثرت على سكان قطاع غزة في الوقت الذي تراجع فيه الدخل الفرد في قطاع غزة بشكل كبير جدا. الآن تتحدث عن ارتفاع في الأسعار وانخفاض في معدل الدخل، إذن أنت تتحدث عن المزيد من الطوابير التي تدخل ارتفاع أسعار. هنا بطبيعة الحال فرض هذه الضريبة سيحمل على السلعة. صحيح. الآن عندما نتحدث عن الضرائب، لدينا ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة. الضرائب المباشرة عندما نتحدث عن ضريبة الدخل والتي تأتي بضمن شرائح معينة ونسب معينة بناء على الدخل، وتأتي بضمن شرائح كل حسب الشريحة التي يتواجد بها، ونقول أنها ضريبة عادلة. وهناك الضرائب الغير مباشرة، هذه الضرائب الغير مباشرة التي تحمل على السلعة، وهو هذا ما يطبق الآن، أصبح يطبق الآن في قطاع غزة. ضريبة القيمة المضافة، هنالك غير ضريبة القيمة المضافة، هنالك رسوم التعلية، رسوم ضريبة التكافل وغيرها من الضرائب التي باتت تضاف على المستهلك النهائي. المستهلك النهائي يتحملها. هنالك من يتحدث أنها تحمل على التاجر. نعم تحمل على التاجر، ولكن في النهاية التاجر سيحملها على التاجر سيحملها على يستفيد منها الشخص الآخر. الآن التاجر ليس من مصلحته تحميلها أيضا على المستهلك، في ظل أن ارتفاع الأسعار سيقلل من حجم مبيعات هذا التاجر وسيقلل من قدرته على التنافس. الآن في وضع اقتصاد مزري منهار، صعب الوضع الاقتصادي، وبالتالي لا يعول التجار كثيرا على القوة الشرائية الموجودة في السوق. ما نراه حاليا هو ارتفاع في الأسعار، التاجر غير قادر على تصريف بضائعه، كل هذا يترتب بتراجع لدى التجار في مبيعاتهم، والعديد من التجار، وشاهدنا حالات كثيرة من التجار الذين قرروا التخلي تماما وإيقاف عملهم نتيجة عدم وجود المشترين لهذا العمل. وإذا كان يستورد في السابق أو يقوم بالبيع بالسابق 100%، الآن لا تصل حجم مبيعاته أكثر من 30-40% مما كان سابقا نتيجة الوضع الاقتصادي الذي نمر به. الآن تحميل الضرائب على سلع أساسية أيضا مثل الفواكه والخضار وغيرها، هذا أمر أخطر أيضا، ليس على الكماليات التي يمكن أن يستغني عنها المواطن في ظل وضع اقتصادي صعب، تتحدث عن أساسيات. دكتور عبد الكريم شبير، بناء على هذا الكلام، الآن على ما تعتمد حركة حماس أو من يسن هذه القوانين في حركة حماس، على ما يرتكز في سن مثل هذه القوانين وفرض هذه الضرائب طالما أن هناك وضع اقتصادي سيء؟ ألا يوجد شخص يدير مثل هذه القوانين والتشريعات يقول بأن الوضع الاقتصادي في القطاع سيء وبالتالي لا يجوز فرض مثل هذه الضرائب؟ دعني أقول أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بعد مرور 3 حروب وحصار، في نسب البطالة مرتفعة بنسبة 60%، في خريجين، آلاف الخريجين، التجار الآن أصبح أمامهم عقبات وتحديات في طريق الاستيراد لهذه البضائع. يعني حسب ما أبلغني التجار وكنت في جلسة معهم حول هذا الموضوع، أن السلع أصبح كل طن من الفواكه أو من العسل أو المواد الغذائية التي تتم استيرادها كان يدفع عليه $3، اليوم يدفع عليه $30، يعني بنسبة 10%. المواشي كان على كل راس من الأغنام والخرفان 20 شيكل، اليوم بدفع 100 شيكل. البقر كان عليه $50 50 شيكل، اليوم بدفع $50. الموكيت على المتر الواحد 1 شيكل. الرول الآن شوف كم متر فيه أو كم أمتار فيه. هذا كله في النهاية
سيأتي على مين؟ على المستهلك. يعني مع احترامي هم يقولون على التاجر، لكن في النهاية التاجر سيرحل هذا الأمر لمين؟ للمستهلك. المستهلك. المستهلك الآن هل لديه دخل؟ هل في عجلة اقتصادية تدور في قطاع غزة بعد الحروب الثلاثة والحصار الموجود والبطالة الموجودة؟ أنا أقول أريد أن أنقل هذا السؤال يا دكتور إلى من يسن هذه القوانين. ألا يدرك الواقع الذي نعيشه في قطاع غزة؟ والقانون لم يسن يا أستاذ سليمان، القانون هو قانون محتل. والآن للأسف الشديد من يطبق قانون الاحتلال وكأنه بطريقة بمفهوم المخالفة حسب عندنا في القانون، وكأنه يقر بمن أقر هذه الأنظمة، لأن القوانين عندنا جزء من السيادة. عندما أقرت ضريبة التكافل وذكرها أحد النواب عن حركة حماس قال لن يتضرر التاجر، ستحمل كل هذه الضريبة على المستهلك. ما الكل سمع، هناك إدراك وقناعة بأن في النتيجة كل ذلك سيحمل على المستهلك. صحيح، والمستهلك الآن لا يوجد لديه دخل. والأصل الحكومة أو من يقوم على إدارة قطاع غزة أن يوفر فرص عمل للعاطلين، أن يوفر رواتب للموظفين. هذا اللي هو الهدف الأساسي والاستراتيجي من هذه الجباية، هذا أنا أسميها جباية وليس الضرائب، لأن الضرائب لها قوانين تنظمها، وأنت يجب أن تستفيد من الضرائب وتعود الضرائب هذه إلى المواطنين، من إصلاح للطرقات، من تقديم خدمات مياه، تقديم خدمات غاز، تقديم خدمات حرية التنقل والسفر. الدستور الفلسطيني نص على كل الحقوق التي يعني لكل شخص فلسطيني 22 حق، 22 مبدأ قانوني دستوري، الآن لا يحقق منها شيء على الإطلاق. لذلك أنا أقول من يدير هذه الأزمة هو إدارة غير مستند على القانون على الإطلاق، وإنما مدارة لأهداف ذاتية أو حزبية أو شخصية أو مصلحية لمن يقوم بإدارتها. لذلك نحن يعني قلنا ونقول وسنؤكد أن هذا الإجراء هو إجراء غير قانوني وإجراء لا أساس له في القانون الفلسطيني، وإنما هو نظام أمر عسكري. لا يجوز في يوم من الأيام دكتور عبد العزيز الرمتيسي قد اعتقل بسبب عدم الالتزام بهذا القانون، ويعرف الدكتور محمود الزهر أبو خالد أيضا كان في هذه المعمة في عام 1986 كانوا يرفضون هذا القانون. نعم. أستغرب اليوم كيف يريدون أن يطبقونه على أبناء الشعب الفلسطيني بعد مرور ثلاثة حروب على قطاع غزة، بعد وجود حصار، بعد وجود عدم دخل. يعني الآن لا يوجد دخل لدى المواطن، فأنت تريد شعب مقاوم وأنت تجبي منه وتريد أن تأخذ كل مقدرات هذا المواطن وهو لا يستطيع أن يوفر لقمة العيش لا له ولا لأولاده، لا يوفر مصاريف التعليم لأبنائه، لا يوفر مصاريف الصحة. كل ذلك هذه أعباء المفروض تقوم بها الدولة أو السلطة القائمة بتوفر للمواطن هذه الأشياء. لكن للأسف الشديد اليوم أرى أن الأمور ذاهبة في اتجاه اللاقانون، ونحن يعني شبه أننا نقول في مجتمع فوضى بعيد عن سيادة القانون، ونحن فقط في شعاراتنا، في خطاباتنا، في كلماتنا، في كتاباتنا نتكلم عن سيادة القانون. نعم. ونتجلى ونحن نتكلم، نتكلم عن استقلال القضاء، لكن لو أجينا نتعمق في حقيقة الأمر لن نجد هناك قانون مطبق. وإن كان هناك قانون هو قانون محتل، وإن كان قانون محتل فهو قانون مجحف وجاحف وهو قانون باطل، لأنه تم تأسيسه على قانون البريطاني، قانون 1945 لاغي، ولا يجوز لأي أحد من المواطنين حتى لو أخطأ الآخرين. نعم. لا يجوز لأي أحد أن يبرر خطأه كما كان يخطئ الآخر. أنت تقول الآن أنا أريد دولة مؤسسات، دولة قانون، استقلال قضاء، لابد أن تحترم القانون، والقانون أن يكون قانون وطني. بالمناسبة هذا القانون لم يصادق عليه في المجلس التشريعي النظام العسكري، لأنه أي قانون بده يكون ساري المفعول. كان السيد الرئيس أبو عمار أصدر مرسوما رئاسيا من تونس رقم 1994 يقول أنه يعمل بكل القوانين التي كانت قبل شهر 4/67، ولم يشر للأوامر العسكرية لا من قريب ولا من بعيد. استثنى مرحلة الأوامر العسكرية بالضبط، ولما أجى إلى قطاع غزة أصدر مرسوما جديدا وتم مصادقة عليه في التشريع. نعم. لأنه أي قرار بزر من الرئيس أو أي مرسوم لابد أن يعد على. هل هذا النظام
الآن الضريبة اللي بدهم يعني يطبق على أبناء الشعب الفلسطيني وهو قانون محتل، هل هذا عرض على التشريع وتم المصادقة عليه؟ أتمنى عليهم أن يعطوني يعني قرارا بالمصادقة عليه في المجلس التشريعي. هل فرض من قبل حكومة يا دكتور؟ هذا فرض الآن يفرض على المواطن بالقوة الآن، ولم يأتي من باب حكومة الوفاق على لا بقى. والحكومة الوفاق ليس لها علاقة، أنا بالمناسبة حكومة أنا طلبت رسمي. حكومة الوفاق طلبت حكومة الوفاق أن تعلن موقفا، هل هي مع ولا ضد؟ لابد أن تقول نحن يعني ندين هذا النظام ولا نعمل به. حتى السيد الرئيس أبو مازن في الضفة الفلسطينية قد أعطى مرسوما بوقف هذه الضريبة، إذن هذه الضريبة وقف الرسوم على المحاكم تفرض من خلال حركة تسيطر على قطاع غزة ولا تفرض من خلال حكومة معروف ولم يعرض على التشريع ولم ينقص مصادقة الأمر الواقع هنا في غزة في أمر الواقع وليست حكومة الوفاق، وحكومة الوفاق لم تتمكن من استلام المؤسسات والعمل حتى تدير شؤون البلد وحتى تفرض ضرائب أو ترفع ضرائب. سيد الحسن بكر، إلى متى يستطيع المواطن أو التاجر أو كل من يعيش في قطاع غزة أن يحتمل هذا القدر الكبير من الضرائب؟ سنفاجأ بإغلاق محال تجارية ربما أو إحجام المواطنين عن عمليات الشراء؟ ستتوقف الحركة التجارية في البلد؟ من المعروف أن الضريبة حين يتم فرضها في أي دولة في العالم تأخذ بعين الاعتبار مدى تقبل المواطن لمثل هذه الضرائب. يأتي التقبل من خلال مجموعة عوامل يمكن أن نلخصها، بداية بفهم المواطن للضريبة ونوعية الضريبة المفروضة عليه. الأمر الثاني هو الفهم لأهداف هذه الضريبة وشعوره بالعدالة من هذه الضريبة وفرض هذه الضريبة ومقارنتها بالخدمات التي تقدم له مقابل دفعه لهذه الضريبة. لذلك يعني عندما تفرض هذه الضرائب أليس من المفترض أن يكون هناك خدمات تقدم في مقابل هذه الضرائب؟ صحيح، يفترض أن تقدم خدمات في مقابل هذه الضرائب. إذا نظرنا إلى الإيراد الضريبي نجد أنه يذهب بالكامل نحو تغطية نفقات حكومية، وهو ما يمكن أن يعتبره بعض المواطنين وبعض التجار أنه فساد في السلطة الحاكمة التي تقوم بتمويل نشاطاتها من خلال المواطن وليس من أجل تقديم خدمات للمواطن. أكثر من 90% من الإيرادات الضريبية توجه نحو رواتب، فاتورة رواتب وفواتير للوزارات، ولا نجد أنها توجه نحو خدمات. الخدمات معظمها يتم تغطيتها من خلال هبات وتمويل خارجي ودول مانحة. الآن هذا الأمر يجعل المواطن والتاجر والشركات بجميع أحوالهم ينظرون إلى أنها ضريبة غير عادلة، حتى وإن كان هنالك قانون، لن أتدخل في النواحي القانونية، ولكن حتى وإن كان هنالك قانون ووجدها أنها غير عادلة وأن هذا القانون غير عادل، سيكون هنالك رد من الاثنين، إما بالتهرب الضريبي وهو ما شاهدناه وأصبح عادة في قطاع غزة، مسألة التهرب الضريبي ومحاولة إخفاء الأمور، وبدلا من معالجة هذا الأمر وجدنا الضريبة تتجه نحو ما يعرف بالتقدير الجزافي، وليس تقديرا جزافيا بسيطا، بل أصبحت تضع مبالغ طائلة من التقدير الجزافي في محاولة للضغط على التاجر والمواطن من أجل التوجه إلى الضريبة ومحاولة تخفيض المبلغ بأكبر قدر ممكن. وهذا الأمر لاحظناه في الفترة الأخيرة ولاحظته من قبل مجموعة كبيرة في قطاع غزة بتوجيه مبالغ خيالية عن ضريبة القيمة المضافة بحجة أنه لم يتقدم بأي كشوف للضريبة، وبالتالي قامت الضريبة بوضع تقدير وعليه دفعها. هذا الأمر يدفعهم إلى اللجوء إلى محامي أو محاسب من أجل التفاوض وليس تقديم القيمة الفعلية. الآن إذا كنا نتحدث عن قيمة فعلية فيجب أن يكون هنالك أمر متوازن ما بين الإيراد بالنسبة للأشخاص وما يقوم بدفعه، ولكن الآن يتم وضع رقم والآن من باب المفاوضات بالعامية قديش أنت شاطر مع الضريبة قديش بتخفض. أوكي، مش واقع حقيقي، ولكن الواقع اللي بنقوله أنه في عندنا كمية كبيرة من الشركات والمؤسسات من كان القانون يحميهم ممن يحميهم القانون. الآن القوانين الفلسطينية المعمول بها فعليا
تم صدر أول قانون بالنسبة لضريبة للضريبة وضريبة الدخل في عام 2004، ثم تم إلغاءه في عام 2011، وتم استبداله بالقانون الأخير الذي تم تطبيقه بشكل كامل في تحت اسم مسمى السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو القانون المعمول به حكوميا. الآن ما يتم على أرض الواقع ليس له أي اختصاص بالقانون الذي تم اعتماده من الحكومة، هو عبارة عن قانون مرحلي، لا أعلم اسم القانون الذي يمكن أن نطلقه عليه، ولكنه قانون على أرض بدون أي جهة تشريعية أو جهة حكومية أقرته. هنالك وزارة، الوزارة لا نعلم حتى الآن، إذا كنتم تقولون وزارة يجب أن تتبع وزير، تتبع وزير. الآن لدينا حكومة التوافق هي الحكومة المسؤولة، ولكنها غير لم تتمكن من الوزارة التي يديرها وكيل وزارة أو مدير عام وزارة أو غيرها. كل هذا وضع المواطن بين يعني مقص حالة الانقسام، مقص كامل من قبل سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة التي تحاول جني أكبر أو تحصيل أكبر كم من الأموال من أجل تمويل ليس استثماراتها وإنما تمويل مصروفاتها ورواتب موظفيها. الآن هذا الأمر ينعكس ولم يأخذ بعين الاعتبار أن هناك اقتصاد بحاجة إلى دعم، هنالك اقتصاد، هنالك قطاعات أقرها القانون الفلسطيني بالحصول على إعفاءات، هنالك فترات من الإعفاءات يتمتع بها العديد من المشاريع، هناك قطاعات يجب أن يتم دعمها من أجل إعادة إعمارها، هنالك قطاعات تضررت. سيد حسن بكر، يعني كلام جميل وكلام يدركه المواطن ويدركه المسؤول، ولكن دكتور عبد الكريم الشبير، ربما الصمت إزاء كل ما يدور يفاقم هذه الأزمات. إذا تحدثت عن الصمت الفصائلي، الغياب واضح لهذه الفصائل عن كل ما يدور، هناك مبادرات تقدم على استحياء ولكن لا يكون لها تبعات، ردود أفعال على جانب الرفض من حركة حماس. قدمت في الفترة السابقة مبادرة المعبر وكان هناك حديث عن الفصائل بأنها ستأخذ موقف، وحتى هذا اليوم لم نشهد أي موقف. الآن هناك غياب لهذه الفصائل إزاء هذه الضرائب التي يتم فرضها، لماذا؟ هو حقيقة في مشكلة في قطاع غزة، وهم بيحاولوا يعني إنهاء المشكلة هذه على حساب المواطن. المواطن ليس في حاجة ماسة إلى 40,000 موظف أولا. الحاجة الثانية، الموظفين اللي قام بتعيينهم لم يتم تعيينهم حسب الأصول والقانون. عندما جاءت اللجنة القانونية الإدارية الفنية العليا لكي تعمل ووضعت آليات لحل هذه المشكلة واستيعاب ما يمكن استيعابه من هؤلاء الموظفين ومن لا يصلح حسب المعايير القانونية، يعني يتم البحث له عن مكان آخر أو عمل تقاعد مبكر، للأسف الشديد لم يتم التعاطي مع هذه اللجنة بالشكل القانوني الصحيح والسليم، لذلك تضخمت المشكلة فصار هناك يعني سنتين لا يوجد رواتب لهؤلاء الموظفين. أنا لا أريد أن أحمل الموظفين المسؤولية، نحن متعاطفين مع الموظفين ونريد أن نحل مشكلة الموظفين. الأخ ياسر عرفات رحمة الله عليه كان دائما يسعى لحل مشاكل الموظفين عن طريق المنح، عن طريق مش بيع الأراضي، مش عن طريق الضرائب، مش عن طريق الجباية، كان دائما يتوجه إلى الدول الأشقاء والصديقة والدول الداعمة للقضية الفلسطينية ويحضر رواتب لهؤلاء الموظفين. الآن إذا كان لا يستطيع أن يقوموا بهذا الدور، عليهم أن يقوموا بتسليم السلطة والمؤسسات إلى السلطة الشرعية حتى تتحمل المسؤولية وتتحمل الواجب الوطني اتجاه أبناء الشعب الفلسطيني وتؤمن مستقبل أبناء الشعب الفلسطيني. حقيقة أنا أقول من لا يستطيع أن يتحمل المسؤولية، من لا يستطيع أن يوفر لقمة العيش، من لا يستطيع أن يوفر الراتب لهؤلاء الموظفين، عليه أن يسلم سواء المعبر أو سواء المعابر، بقية المعابر، أو سواء حتى الوزارات، أو سواء حتى أي مؤسسة تتحمل مسؤوليتها الحقيقية السلطة، لأنه هو صاحب المال صاحب القرار، من يملك المال يملك القرار. أنا لا أريد أن أكون شريكا وأنا لا أملك شيء، فاقد الشيء لا يعطيه، لدينا قواعد وأصول وعلى المتسبب بالضرر إزالته. إحنا اليوم الشعب الفلسطيني لحق به أضرار فاحشة وجسيمة من الحروب، من الحصار،
من الحد من حرية الحركة، من جبي الضرائب، جباية الضرائب بطريقة غير قانونية وغير مشرعنة على تشريعات وطنية. على أن بالمناسبة التشريعات الوطنية هي جزء كما قلنا من السيادة، كالعلم رمز السيادة، أيضا القوانين هي جزء من السيادة. كيف تريد أن تبسط سيادتك على الأرض؟ بتطبيق القانون الفلسطيني، مش تطبيق القانون المحتل. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نقف اليوم متفرجين. أنا أقول دائما جملة مهمة، كفانا أن نكون متفرجين، يصنع بنا الحدث ولا نصنعه. على الشعب الفلسطيني اليوم كله، الكل يسمع صوته ويقرر مصيره بإيده. علينا جميعا أن نكون شركاء في صناعة هذا الحدث، وكفانا اليوم أن نتفرد أو ننفرد بإصدار القرار، وأن يبقى الشعب الفلسطيني رهينة أو مخطوف عند أي فصيل، عند أي حركة. نحترم كل الفصائل، نحترم كل التنظيمات، ولكن عبر المشروع الوطني، عبر تحقيق مصالح وأهداف أبناء الشعب الفلسطيني، وليست الإضرار بأبناء الشعب الفلسطيني، وليست الإضرار بالأراضي الفلسطينية، وليست الإضرار بالمشروع الوطني. نحن اليوم بحاجة ماسة إلى أن يسمع الجميع صوت المواطنين الصادقين المغلوب على أمرهم، الذين أصبحوا اليوم هم يعني هدفا استراتيجيا لاستنزافهم. أنا أقول رحمة بأبناء شعبي، وحبا لأبناء شعبي، وحبا لمشروعنا الوطني الفلسطيني، علينا اليوم أن ننهي هذه التجاذبات، أن ننهي هذا الانقسام البغيض الذي ألحق بأبناء شعبنا الفلسطيني ضررا فاحشا، بس مش بس على الشعب، بالقضية الفلسطينية على مستوى إقليمي وعلى مستوى دولي. كنا نطلع في المؤتمرات يا أخ سليمان، يقولون يا عم روحوا انهوا الانقسام تبعكم وبعدين تعالوا، إيش اللي بدكم؟ إحنا جاهزين. الأشقاء العرب يقولوا هذا الكلام، تعالوا إلينا موحدين، موحدين من بلدين. الهدف الاستراتيجي الآن يجب أن يكون لنا، سواء كان في غزة أو في رام الله أو عند الفصائل الإخوة الأعزاء الذين بادروا بمبادرة مع بعض، أنا أقول إن لم تكن قويا لا يسمعك أحد. أنت تقاتل، إذا أنت موجود، لن يسمعك أحد إن لم تقاتل. والحق لا يمنح وإنما ينتزع انتزاعا. علينا اليوم أن ننتزع حقوقنا انتزاعا. كل المواطنين لابد أن يسمع صوتهم في مثل هذه القضايا. اليوم إن لم يسمع صوتهم، أنا أؤكد لك يا أخي سليمان، غدا سيسمع صوتهم. الآن لا يجوز الاستهتار بالشعب، ولا يجوز الاستهتار بالأكاديميين ولا بالخبراء ولا بالمحللين السياسيين أو الاقتصاديين. لابد أن تسمع للآخر وألا تفكر داخل الصندوق. التفكير داخل الصندوق هو وبال على القضية، وبال على الشعب الفلسطيني. لابد أن تسمع الآخر وأن تفكر مع الآخر وأن تكون شريكا مع الآخر. أنا أقول لإخواننا في قيادة حركة حماس، الشعب الفلسطيني صبور، والشعب الفلسطيني حليم، والشعب الفلسطيني خلوق. احترموا هذا الشعب وقدموا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، قدموا المصلحة الشعب الفلسطيني على المصلحة الحزبية. كفانا اليوم أن نبقى يعني نأخذ شعبنا كوسيلة ضغط على أي فصيل آخر أو على أي جهة أخرى. لابد أن نكون اليوم صادقين مع أبناء شعبنا الفلسطيني، وأن يسمع الجميع أن الشعب الفلسطيني لا يستحق إلا كل تقدير واحترام. شعب مقاوم، شعب دائما كان يدافع. حتى إرادة الفلسطينيين في العدوان الأخير في 2014 هو نحن لم ننتصر، وإنما إرادة الشعب الفلسطيني التي انتصرت. وعلشان هيك أنا بقول لابد أن نحترم هذه الإرادة التي يعني ضحت في ثلاثة حروب في العشر سنوات الأخيرة، وحوصرت على مدار عشر سنوات من أجل فصيل معين والكل يعرف. نحن اليوم علينا أن نعلن أننا قدمنا الكثير، ولابد أن يسمعنا الآخرين، لأن حق عليهم أن يسمعوننا في هذه اللحظة. هذا الشعب ضحى وقاوم وناضل، وهذا ما عانيته عندما سألت ألا يوجد من يدرك واقع قطاع غزة حتى يفرض مثل هذه الضرائب. كما استمعنا إلى أحد المواطنين في التقرير بداية هذه الحلقة، قال أن الجباية ستكون بأثر رجعي. أيضا هناك ربما مبالغة في لا يجوز الضريبة. قانونا أثر رجعي ليه؟ لأن الضريبة المضافة هي أنك تحصلها من الذي قدمت له الخدمة. أنا اليوم ما خدتش يعني ضريبة مضافة من العميل تبعي اللي قدمت له الخدمة، كيف تريد أن تأخذها مني؟ كيف؟ هل يجوز هذا؟ نقطة قانونية هامة. وهل يجوز أن يصل ذلك بأثر رجعي؟ لا يجوز. على أنا ما خدتش أساسا حتى تحاسبني على خمس سنوات سابقات وتعمل لي تقدير جزافي. للأسف الشديد كما قال الأستاذ أنه هناك تقديرات جزافية مبالغ كبيرة تنتهي بألف شيكل، يعني مثلا 90 ألف شيكل، 100 ألف شيكل. أعرف أحد الأطباء 95 ألف شيكل.
نهى الملف تبعه على 1500 شيكل. يعني القصة هي إيش؟ خذ قد ما تقدر. هذا نظام خطأ، هذا نظام يولد الضغائن، يولد في داخل النفوس عدم الرضا. في الشعب الفلسطيني الآن غير راضي عن الأداء الموجود في قطاع غزة، أنا أقولها بصراحة. وأنا دائما أتلامس مع الجماهير، أتلامس مع الشعب وأسمع لهم وأعرف ما يدور في ذهنهم. أنا بقول علينا اليوم أن نتوقف عن السياسات التي تدمر مشروعنا الوطني الفلسطيني. هذه جباية أنا أقول عنها غير مشرعنة، لا أساس لها من القانون، لا أساس لها من الدستور، لم يصادق عليه المجلس التشريعي، والسيد الرئيس لغى القانون الذي أسست عليه. ومن هنا نقول أنها غير قانونية أو غير شرعية أو غير دستورية. سيد الحسن بكر، دور المؤسسات الرقابية في التعامل مع مثل هذه الضرائب وحماية المستهلك. إذا كنا نتحدث عن مؤسسات رقابية حكومية، في البداية حين يتم فرض نظام ضريبي في أي دولة في العالم يقوم هذا على وجود عدة مؤسسات تقوم بتنفيذه. هنالك مؤسسات رقابية وهناك مؤسسات تنفيذية وهنالك القانون الذي يفصل في الخلافات. بكل أسف لدينا مشكلة واضحة في التنسيق ما بين المؤسسات بداية. إذا كنا نرغب بالتحدث عن ضرائب، يجب أن يكون لديك نظرة واضحة على مدخول الشخص الذي تقوم بفرض الضريبة عليه، وأن يكون هنالك إمساك لدفاتر كاملة للحسابات بحيث أن تقوم تبني هذه الضرائب بناء على هذه الحسابات. ولكن للأسف هنالك عدم وجود تنسيق ما بين المؤسسات الموجودة نتيجة حالة الانقسام الموجودة حاليا. نحن نتحدث عن المؤسسات الحكومية والمؤسسات الرسمية مثل سلطة النقد الفلسطينية، ليس لديها تنسيق مع وزارة المالية، ليس لديها تنسيق مع وزارة الاقتصاد، ليس هنالك أي نوع من التنسيق ما بين الوزارات المختلفة ما بين غزة والضفة الغربية. كل هذا سبب في عدم وجود وضوح نهائيا بالنسبة للموضوع الضريبة. الأمر الآخر أنه حتى الآن في غزة ليس هنالك موازنة معلنة أو إعلان واضح بحجم الضرائب التي يتم جبايتها، وليس هنالك إعلان واضح بحجم الموازنة الفلسطينية الحكومية في قطاع غزة على مدار الفترة الماضية. كل هذا يعطي المواطن تساؤلا حول مدى الشفافية حول الأموال التي يتم جبايتها، إلى أين توجه وكيف يتم صرفها. وبالمناسبة أغلب السلع التي تأتي إلى قطاع غزة يفرض عليها ضرائب. صحيح، هنالك ازدواجية أيضا في الضرائب، هنالك الضرائب التي تفرض في من جانب الاحتلال ومجبرون عليها من قبل الاحتلال، هنالك الضرائب التي يتم فرضها على السلع ومن ثم يتم فرض ضرائب إضافية عليها في قطاع غزة، وبالتالي أصبحت هنالك سلع أعلى من سعرها في الضفة الغربية تباع في قطاع غزة بسعر أعلى، رغم أن الدخل في قطاع غزة تراجع بشكل كبير جدا مقارنة بالضفة الغربية نتيجة ما مر به قطاع غزة من مشاكل. هنالك أمر آخر، هنالك العديد من المنشآت التي تعرضت لأضرار في أثناء الحرب، تعرضت للتدمير المباشر، تعرضت للعديد من المشاكل في أثناء الحرب، جميعها لم يتم مراعاة ما تعرضت له من خسائر، ما تعرضت له من خسائر في المخزون وليس مباني فقط، ما تعرضت له من خسائر نتيجة توقف العمل، كل هذا لم يتم مراعاته وتم فرض ضرائب عليها بهدف الجباية وليس بهدف آخر. كل هذا تسبب بأزمة حقيقية في الاقتصاد الفلسطيني تضاف إلى الحصار. الحصار مشكلة كبيرة يواجهها الاقتصاد الفلسطيني ويعاني منها، ولكن تضاف إليها أيضا الضرائب. هنالك مشكلة الضرائب التي أصبحت تهدد الاقتصاد الفلسطيني أكثر مما يهدده الحصار نفسه، بل باتت تهدد الكثير من العائلات بفقدان عملها. التاجر حين تفرض عليه ضرائب ولا يعود قادر على تسديد رواتب موظفيه سيقوم بتسريحهم، وستزيد عدد الموظفين البطالة، معدلات البطالة التي وصلت 43.5% خلال العام 2015 وفي نسبة قياسية تعتبر نسبة خطيرة جدا، حينما نتحدث عن أن هنالك 80% من الشعب في قطاع غزة يعتمد في تمويل السلة الغذائية اليومية له من خلال مساعدات ومن خلال قبلات وقبلات وما شابه. نحن نتحدث عن كارثة فعلية في اقتصاد قطاع غزة، عن مجتمع فقير في قطاع غزة. الآن على صعيد السياسة النقدية كما ذكر دكتور عبد الكريم،
أن المرحوم الشهيد الرئيس ياسر عرفات كان يلجأ لتمويل العجز في ميزانيته من خلال المنح والهبات بأي وسيلة أخرى ودون الضغط على الشعب. الآن أنت أمامك اقتصاد مدمر، إذا استمريت بالضغط على هذا الاقتصاد ستدمره بالكامل. الآن ما يتوجب عليك إذا كان لديك مشكلة تمويلية لا يجب أن تحملها للمواطن، يجب في هذه الحالة أن تقوم أن تسعى إلى فتح موارد تمويلية خارجية، قد تكون من خلال الحصول على منح أو مساعدات خارجية أو من خلال الاقتراب من الخارج على أمل أن تقوم بدعم أو من بدعم خلال ربما باب أسهل من كل هذا هو إنهاء الانقسام وتسليم هذه المفاتيح للحكومة، وبالتالي لماذا أنا أفتح موارد مالية مع جهات أخرى ربما تكون إقليمية أو ما شابه، لماذا لا أسلم هذا الملف كله إلى حكومة الوفاق وأنهي الانقسام؟ الحل الأول، بداية الحل تبدأ بداية بإنهاء الانقسام والتحول من اللامركزية إلى المركزية. أن يصبح لدينا قانون واحد في الضفة وغزة، هنالك مسؤول واحد في الضفة وغزة، لا يجب أن نكيل بمكيالين، لا يجب أن يتحمل المواطن في غزة ضريبتين، يجب أن يكون متساوي مع غيره، ولا نقول متساوي بل يجب أن يحصل على تسهيلات أكثر من المواطن في الضفة الغربية نتيجة ما تعرض له من ثلاث حروب تعرضت لها قطاع غزة، قضت على الأخضر واليابس في قطاع غزة ولم يعد هنالك إمكانية للاقتصاد من النهوض بدون مساعدة مباشرة وفورية وطارئة. هنالك العديد من التقارير التي صدرت وقالت الوضع في قطاع غزة في على وشك الانفجار، وغير صالحة للحياة، غير صالحة للحياة. كل هذا كان يجب على المسؤول في قطاع غزة، الموجود في قطاع غزة ومن يدير قطاع غزة حاليا، أن يأخذه بعين الاعتبار وأن يقول أنه يجب أن يكون هنالك مراعاة لهذا الشعب. لا يجب أن يقف مصير شعب 2 مليون شخص يعيش في قطاع غزة على مصير 40,000 شخص فقط، يجب أن يكون هنالك تفكير بالمجموع وليس بالعدد الأقل. لا نريد، لا نقول أن ليس لهم حق، لهم حق، وبالمناسبة أنت لن تنفي 40,000، لا ننفيهم، لهم حق ولهم الحق بالحياة تماما مثل أي مواطن آخر في غزة، ولكن لا يجب أن تنفي حق 2 مليون من أجل 40,000. هم والاثنين مليون لهم حق بالحياة ويجب أن يحصل على هذا الحق من خلال إنهاء فوري للانقسام والتحول نحو مصلحة الشعب بعيدا عن مصلحة الفصيل. الإنهاء الفوري أتى على غرار اتفاق الشاطئ، هناك قاعدة قانونية أنهت هذا الانقسام، على الأقل ليس على الأرض إنجاز التعبير، ولكن ألغي من الناحية القانونية بإطار اتفاق الشاطئ الذي أفرز حكومة وفاق لم تمكن. إحنا عندنا قاعدة الاتفاق شرعية المتعاقدين، هناك اتفاق وهناك وسائل وأدوات تم الاتفاق عليها لأول حاجة تشكيل حكومة الوفاق وشكلت. تمكين حكومة الوفاق لم تمكن، تفعيل اللجنة القانونية الإدارية العليا لتسوية وضع الموظفين في قطاع غزة لم تجتمع، اللي إحنا متعاطفين معهم وبدنا إياهم ياخذوا حقوقهم عشان يعني نسحب الفتيل الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة. نعم. ولم يمكنوا هذه اللجنة من العمل، فانسحبت اللجنة وانسحبت الحكومة وطلعت ولم تفعل شيء. اللجنة الأمنية لم تشتغل. اللجنة الأمنية لكي تسوي الوضع القانوني للعسكريين لم تشتغل. القانون السلطة القضائية لكي يتوحد القضاء الفلسطيني لم تفعل. طيب. والنيابة العامة. هذه القاعدة القانونية. بس أنا في نقطة بدي أقولها في القانون وأنا بدي أحذر منها. الأمر الآن اللي اختار اللي بيطلع من سلطة الضريبة، الضريبة المضافة، الآن للأسف الشديد بدأت تتعاطى مع المحاكم، تتعاطى معاه كأنه حكم محكمة. أنا من هذه الفضائية الوطنية العملاقة أقول لهم احذروا، هذا الإخطار ليست بالقوة التنفيذية للأحكام. نعم. هذا إخطار ضريبي صادر من جهة، هذا الإخطار مطعون في أساسه من الناحية القانونية الشرعية والدستورية، هذا الإخطار قام على نظام أمر عسكري، إياكم أن تعملوا به في القضاء المدني الفلسطيني، إياكم أن أقول للقضاء الفلسطيني أن يكون له موقفا قضائيا قانونيا صحيحا سليما، وألا يكون القضاء جزء من المشكلة، جزء من المشكلة، وإنما يجب أن يكون هو جزء في الحل. لذلك أنا بقول هذه نقطة مهمة جدا، لابد أن نركز عليها.
الآن حكومة الوفاق هي صاحبة الاختيار والتوافق، وكانت الهدف الاستراتيجي في صلح الشاطئ وتم تشكيلها. عملت في الضفة الفلسطينية، لكن هل عملت في قطاع غزة في محافظات الجنوب؟ لم تعمل يعمل بشكل قانوني. طب لماذا لا تعمل؟ طب لماذا لا نمكنها من أن تعمل؟ طب لما حتى نحملها المسؤولية؟ طيب أنا في كمان نقطة مهمة جدا طرحها الأستاذ، إنه موضوع الميزانية، قانون الميزانية. إن قانون الميزانية يعتبر قاعدة آمرة، قوانين ونصوصه يعني متعلقة بالنظام العام، يعني لا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال، لا من فصيل ولا من تنظيم ولا من حكومة ولا من رئيس ولا من التشريع نفسه. ولا يجوز على الإطلاق إعفاء المجلس التشريعي أن يطلع على، لابد هذا من وظيفته، أن يطلع على الموازنة السنوية. أين هي؟ أكم سنة إلنا لم نطلع على الموازنة في قطاع غزة؟ أين تذهب الأموال؟ لمن تذهب الأموال؟ كيف يتم إدارة هذا المال؟ هل هناك فساد مالي وإداري؟ هل هناك، أنا بقول لك قانون عندنا اسمه قانون مكافحة الفساد. الجريمة الفساد سواء جنائي أو إداري، فساد مالي أو إداري، هي جناية. أنا بقول للجميع، بقول للجميع وبحذر، جناية لا تسقط بالتقادم، جناية لا تسقط بالتقادم، يعني بتضل في أي لحظة ممكن تفعل ويسأل عنها من تسبب بها. لذلك أنا أقول عقوبتها لا تقل عن 3 سنوات. أنا أنصح الجميع بشكل قانوني، بشكل وطني، بشكل مهني، بشكل شفاف، بشكل حيادي، إنه إحنا اليوم كفانا انقساما. لابد أن نرجع إلى مشروعنا الوطني الفلسطيني، لابد أن نرجع إلى شعبنا. انتخابات، أن يتم عقد انتخابات، وليأتي الشعب بمن يريد. مدة الانتخابات 4 سنوات، الآن إلنا 10 سنوات. أنت ماخذ الشعب الفلسطيني فين؟ إرادة الشعب الفلسطيني تسلبها ليه؟ هذا عقد تعاقدت أنت والشعب لمدة 4 سنوات. لذلك أنا أقول لابد من تمكين حكومة الوفاق، هذا واحد. اثنين، إجراء انتخابات فورية وسريعة حتى نستطيع أن نختار قيادة، لأنه إحنا عندنا أزمة في القيادة. تتوقع أن نشهد خطوات تصعيدية في الفترة القادمة على هذه الضريبة من خلال المواطنين أو التجار؟ أتمنى أن لا يحدث، وأن يبقى المسؤول في قطاع غزة أو الذي يعني يتحمل المسؤولية في هذا الجانب أن يوقف هذه السياسات الخاطئة. وهذه ليست ضرائب، وإنما هذه جباية. وأنا كنت يعني زمان بقرأ في أحد الكتب والمأثورات لمن يعني يقومون الآن، كان بقول نحن دعاء لا جباة. اليوم أنا ما لم أرى هكذا، اليوم أنا أرى جباية، وأنا أرى أن الشعب الفلسطيني أصبح بدل أن يكون صنديدا في المقاومة وبطلا في المقاومة وله إرادة صلبة لا تقهر ولا تنكسر، اليوم إحنا اللي بنكسرها بإيدينا. بدنا شعب منفتح. هذا الشعب الآن بعد سنة، بعد سنتين بهذه السياسة، ستجده شعبا منفتحا وليس شعبا مقاوما. لا نتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة. أتمنى من ذلك. لا نتمنى ذلك، نتمنى أن يبقى هذا الشعب عزيزا كريما كما ولد فوق هذه الأرض. أعطيك المجال سيد الحسن بكر. نعم. تعقيبا على حديث دكتور بأن الوضع الحالي أصبح مرحلة من الضغط، والضغط الذي يولد الانفجار الذي يمكن أن ينفجر في أي لحظة. ولكن النقطة التي أريد أن أضيفها هنا إلى المسؤولين في قطاع غزة، ويجب عليهم فهمها تماما، أن زيادة عملية الجباية الضريبية ليس بالضرورة وليس ممكنا أن تستمر حتى النهاية في زيادة الدخل الضريبي. إذا كنت تزيد الدخل الضريبي بمستويات يصبح الاقتصاد الفلسطيني غير قادر على تحملها، من شأن هذا الأمر أن يقلل الدخل الضريبي وليس أن يزيده. وذلك نتيجة أنه اليوم إذا كنت تفرض 10% والدخل هو 1,000,000 ستحقق 100,000، ولكن إذا كان إذا فرضت 50% والدخل انخفض إلى 100,000 فلن تحقق سوى 50,000، وقد لا تكون قادر على تحقيقها. الآن الشعب في مرحلة أصبح غير قادر على تحمل المزيد. الآن الدخل القومي الفلسطيني في تراجع مستمر، إذا استمر فرض الضرائب هنالك ما يمكن تحصيله في هذه الفترة، ولكنه سيقضي تماما على أي أمل مستقبلي لنهوض القطاع الخاص والتجار والمواطنين وقدرتهم على الوفاء الضريبي، وبالتالي لن يكون هنالك أمامهم ما يمكن
تحصيل ضرائب منه، وبالتالي تكون قد قضيت على أمرين، قضيت على قدرتك على التحصيل الضريبي، زدت من كمية التهرب الضريبي، وإضافة إلى ذلك قضيت على اقتصاد فلسطيني. يجب عليك قبل أن تقوم بأي خطوة لزيادة الضرائب أن تعلم جيدا ما هي الانعكاسات السلبية التي يمكن أن تؤثر في الاقتصاد وأن تؤثر عليك أيضا وليس على الاقتصاد. نتمنى فقط أن ترجح على الدوام كفة العقلاء، على كفة من يفرض ضرائب بدون الرجوع إلى المستشارين والخبراء في هذا الخصوص. في نهاية هذه الحلقة أريد أن أشكر الدكتور عبد الكريم شبير الخبير في القانون الدولي، كذلك السيد الحسن بكر المستشار المالي الدولي. كذلك أشكر لكم أعزائي المشاهدين حسن متابعتكم، أشكر طاقم العمل وإدارة مطعم التايلندي على حسن الاستقبال. حتى ألقاكم، إلى اللقاء.